تفقد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة صوامع القمح بمركز ومدينة أبو صوير، وأعلن بشارة أن محافظة الإسماعيلية وصلت لنسبة 45% حتى الآن من المستهدف توريد من محصول القمح هذا العام، حيث تم توريد 35,000 طن من القمح للصوامع والشون المتواجدة بجميع أنحاء الإسماعيلية من أصل 84,000 طن مستهدف خلال الموسم. حتى الآن وصلنا تقريبا في حدود 45% من المستهدف في محافظة إسماعيلية. الحقيقة المحصول السنة دي يعني ما شاء الله مبشر بالخير. احنا المفروض مستهدفين 84,000 طن، وصلنا دلوقتي لحدود 35,000 طن موزعين على 10 أماكن توزيع مختلف، سواء كان صوامع أو شون. كان ليا لقاء النهاردة مع التجار والمزارعين والقمح، وسألتهم الحقيقة هل في مشكلات بيتعرضوا ليها في موضوع التوريد واستلام الشيكات الخاصة بيهم. الحقيقة كلهم أجمعوا أن الأمور ماشية بسلاسة وما فيش أي مشكلة. عندنا ساعات تخزينية بدائرة المحافظة صوامع وشون تستوعب 133,000 طن قمح. إجمالي إنتاجنا بالكامل 100% من 48,000 فدان هو 129,000 طن، يعني عندنا ساعات تخزينية تفوق الانتاج المحلي في محافظة الإسماعيلية لو تم توريده 100%.